بدعم من الاتحاد الأوروبي نظمت جمعية أجيال مأرب للتنمية مؤتمر إشهار الخطط الاستراتيجية لمديريتي المدينة والجوبة ضمن مشروع مساهمتي تنمية تحت شعار تنمية المحليات الخطوة الأولى لضمان التنمية الشاملة. الزميل محمد القداسي والتفاصيل. نظمت مؤسسة رنين اليمن بالشراكة مع جمعية أجيال المأرب للتنمية هنا في محافظة مأرب وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبية مؤتمرا لإشهار الخطط الاستراتيجية على مستوى مديريتي المدينة والجوبة. رئيس جمعية أجيال مأرب ناصر مهتم الشريك المنفذ للمشروع أكد على أهمية دور الخطط الاستراتيجية في التنمية المحلية. نحن اليوم في هذا المؤتمر نأمل أن يستفيد الجميع من ما يطرح فيه وأن يكون خطوة إلى الأمام في تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي عملوا عليها المجالس المحلية في المديريتين كخطوة وكمرحلة أولى. لقد تم اختيار المديريتين على معايير أن هناك مديرية حضرية ومديرية في الريف لكي يتم التطبيق على المديريات الأخرى في المحافظة. محمد صالح فرحان مدير عام مديرية المدينة ومحمد شايف نمران مدير عام مديرية الجوبة أكد على ضرورة الخطط والبرامج الهادفة إلى إحداث تنمية شاملة. بالشكر الجزيل على ما بذلوه معنا في الإعداد للخطة التنموية لمديريتي المدينة والجوبة والتي تم إعدادها من خلال اعتماد منهجية التخطيط الواسع. السادة الحاضرون إننا نهون بكم للاستجابة بتقديم الدعم السخي لتنفيذ الخطة التنموية التي تلبي بعض احتياجات المواطن آملين النظر إليها بمنظور إنساني وحضاري. كلمة السلطة المحلية أكدت على أهمية ودور البرامج والخطط الاستراتيجية في التنمية المحلية وإحداث التنمية على مستوى كافة القطاعات. وأتمنى أن نستفيد من مثل هذه البرامج ومن غيرها أيضا في الأيام القادمة وأن تتحول خططنا إلى عمل ميداني وتقييم. أيضا الخطة تحتاج يعني كم أعددنا خطط لكن تحتاج الخطة إلى مراجعة دورية ونحدد ما هو الذي تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه. هذا بقصد فعاليات مؤتمر إشهار الخطط الاستراتيجية مداخلاتنا من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الداعمة وناكدوا جميعهم على وضع خطط إنسانية عاجلة لتقديم مشاريع في هذا المجال. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.